ولقد اسفت كل الاسف لحاكم ليبيا عندما وقف في احد المساجد، ولم اكن اصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا، وجاءني به احد الناس على شريط مسجل. وقف القذافي يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم سيأتي على المسلمين ايام يكونون فيها مثل النصارى، يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح. هكذا قال، ولو لم اسمعه باذني ما صدقت هذا الكلام. قالوا له وكيف ذلك يا عقيل؟ قال لا تقول سيدنا محمد، انما قول محمد، ولا تعملوا بسنة محمد فليس لمحمد سنة. ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم، اذا فكيف ترد على قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف ترد على قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا محمدا، فكيف نتبعه وهو ليست له سنة؟ ماذا تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي؟ لو لم نتبعه ما عرفنا الصلاة. من اين تثبت ان الظهر 4 ركعات وان المغرب 3 ركعات وان الركوع هكذا والسجود هكذا ان لم تأخذها من سيدنا محمد؟ وكيف قدسنا محمدا يا عقيد؟ كيف لا نحترمه؟ والله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. لم يقل ان الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا. لو قال صلوا لانتهت الصلاة الى هذا الحد، ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة الى يوم الدين. فماذا نقول يا رب؟ قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن نكون مثل النصارى يا عقيل، لاننا لم نقل ان محمدا هو الله، ولم نقل ان محمدا هو ابن الله، ولم يقل ان الاب والابن ومحمد اله واحد. انما نقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يا عقيد ان محمدا هو سيد الموحدين، وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد واستاذنا محمد. واذا كنت تريد ان تأخذ الرسالة من محمد فان الله يقول لك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم حبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه صقر. وما ادراك ما صقر؟ لا تبقي ولا تضر. هذا هو عقيد ليبيا.